مشاهدي الكرام، في هذا اللقاء مع الكابتن هاني العشماوي مدرب ما شاء الله الدولفين وكذلك كلب البحر، اهلا وسهلا بك يا استاذي. اهلا وسهلا بحضرتك فندم، شرفتنا بالحضور ويعطيك الف عافيه. تشرفنا بحضرتك. الله يسلمك. نبغى بس كيف طريقه التدريب ومع الدولفين وكيف تعاملك معهم واستجابتهم السريعه ما شاء الله تبارك الله سواء كلب البحر او الدولفين؟ الدولفين طبعا من معروف ان هو افضل صديق للانسان وهو محب للانسان، فهو بيستجيب معاه دايما بحركاته. جميل. وبنتعامل مع الدولفين بالاشاره والصفاره والتعزيز بالاكل وكده. بالاكل جميل. الاكل بالنسبه له بيبقى مكافاه. جميل يعني. طيب وش الافضل لك انت تعامل معه، كلب البحر او الدلفين؟ انا بالنسبه لي الافضل الدلفين، يعني الدلفين. الدلفين بالنسبه لي الافضل. جميل وماتع جدا فعلا وحبوب جدا وبيحب الانسان بشكل مش طبيعي. تبارك الله. كيف الحضور تفاعل الناس بحضورهم معكم؟ ما شاء الله دول الزبائن الحضور بيتفاعلوا جدا 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 مع الدلافين والعروض الموجوده والمشاركه مع اسد البحر. ما شاء تبارك الله. ويكفي شرف يا كابتن هاني الابتسامه الحلوه هذه، والله العظيم تجذب الناس لها بتعاملك واخلاقك جدا رائع. حبيبي مشكور. قبل ما ننهي اللقاء انا عاوز اهدي طبعا شكر وتقدير للمهندس عبيد السلمي. جميل. والاستاذ أستاذ أحمد محمود. جميل. على دعمهم لي في تدريب الدلافين وأسود البحر. تسلم. وحنا كذلك نشكرك والجمهور العزيز كذلك يشكرك على هذا الإبداع الرائع. شكرا شكرا تشرف. اسمك؟ طارق. أهلين يا طارق. اسمك يا ماما؟ ماما. شو اسمك؟ أيوة كوكو. يلا شو اسمك؟ كوكو. ما شاء تبارك الله، طبعا ابتسامة الطفولة والبراءة على محياها. كيف الصيف معك؟ كويس يعني. مبسوط مستانس؟ ايوه. مع الاجواء الحلوه الجميله؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. وانت مبسوطه؟ حلوه؟ اوكي. الله الله مبسوطه مره مره مره. قولي مره مره مره. قولي الله يسعدهم يا رب. وين رحتوا بالصيف؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ يعني انا ما بروح القريه هذه. القريه بس؟ ايوه. كل هذا محبه للقريه؟ ايوه عشان ابويا بس. ما شاء الله. تحبها كثير 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 ولا شويه شويه؟ شويه شويه. الله يسعدكم يا رب، وما زلت متواصلين مع الابداع والامتاع في هذا المكان الجميل الرائع، ودائما نقول صيفنا مع اهلنا المجد. لا اقول احلى. الاحلى. صيفنا مع اهلنا احلى. صيفنا مع اهلنا احلى. عارف السيارة اللي هي 17 عجلة دي؟ أيوة هي دي. في سيارة 17 عجلة؟ أيوة. يعني أنت عندك كوبيه؟ أيوة. يا فايز حسام الرجالة يا عم. رجالة إيه؟ أنا هجيب الكوبيه اللي حاسس. عم هتساعدك عشان نفتح. خلاص يا استاذ. اللي انت عملته ايه يا عم ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ في ميه مليانه جاز. ميه عليها ايه؟
مليانه جاز كمان. طايق عليها جاز؟ ايوه. ازاي؟ طب دوق قول لي. بسم الله، انت شكلك بتضحك عليا. يا ابني دوق قول لي. يخرب بيتك. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ده بايو عليها جاز فعلا. روح هات البوفيه يا عم. طب بقول لك ايه؟ نعم. استنى بس، انت تحب تشرب شاي ايه؟ وانا اجيبه لك. انا عايز شاي خفيف سكر زياده. ايه؟ شاي خفيف سكر زياده. شاي سخيف سكر زباله؟ انا قلت زباله. قول شاي خفيف سكر زياده. خلاص خلاص، انا هجيب لك الشاي الزباله. يا عم انت عبالة امشي. لا 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 لا. مشاهدي الكرام، إلى هنا وصلنا وياكم إلى مسك الختام لهذا التقرير الرائع والجميل من المنطقة الشرقية وبالتحديد من قرية الدلفين. نلتقيكم بإذن الله في تقرير قادمة، تابعونا تجدون ما يسركم. كان معكم في التقديم عبد الله السلمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.